عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي الكرام متتبعين وزوار قناة تعليم الكهرباء من الصفر. في حلقتنا اليوم إن شاء الله سوف نتطرق إلى طريقة إيجاد أعطال الكهرباء في المنزل، يعني كي يكون عندنا عطل أو مشكل في الكهرباء في المنزل. مثلا قعدت راح التريسيتي أو انقطعت الكهرباء، عندي مشكل ما على باليش كيفاش نحلو هذا المشكل. دونك كما راكم تشوفوا هذه الصوره طريقه ايجاد اعطال الكهرباء في المنزل. دونك نروحوا نبداو في الشرح. قبل ما نروحوا نشوفوا الاعطال هذا الكهرباء، فلابد ان نتعرف على دارتنا الكهربائيه في المنزل. كما راكم تشوفوا هنا سي لوبورت فيزيبل اول فيوز، والله ما على باليش كيفاش يقولوا له باللغه العربيه، او جهاز الحمايه. كاينين اللي يديروا له هذا البورت افيزيبل، كاينين اللي ما يديرولوش. ومن بعد نروحوا للكونتور. كما راكم تشوفوا هذا سي تان كونتور ميكانيك، بصح نتوما تقدر يكون عندكم الكونتور الكترونيك. الكونتور الكترونيك بالمناسبه يقدر يعاوننا باش نلقاو المشكل في الدار. ومن بعد نقول لكم كيفاه. ومن بعد كي نخرج كما راكم تشوفوا، دونك هادو يجيو من البوطو او يجيو من شركه توزيع الكهرباء، يجيو ويدخلوا هذا في لابورت فيزيبل. وكاينين قلت لكم اللي يجيو ديريكتومون من استدير، يجيو من البوطو ولا من شركه توزيع ديريكتومون يدخلوا الكونتور. فوالا كاينين اللي ما يديرولوش هذه الحمايه. دونك كيما هذا انا درت هذا الشيما. اذا عندكم هذا جهاز الحمايه دونك تاخذوا بعين الاعتبار، اذا ما عندكمش هذا جهاز الحمايه دونك ما تاخذوش بعين الاعتبار كي تكون عندكم المشكل في الانستالاسيون تاعكم في الدار. وبعد عندنا لا سورتي تاع الكونتور، هذه الدخله تاع الكونتور كما راكم تشوفوا. دونك الخرجه تاع جهاز الحمايه او اللي هو لو بورتا فيزيبل، دونك يدخلوا في الكونتور. عندنا الخرجه تاع الكونتور يروحوا للديجونكتور. كاينين اللي عندهم الديجونكتور ديريكتومون تحت الكونتور تاعهم او تحت العداد الكهربائي الخاص بهم، كاينين اللي يروح ديريكتومون للديجونكتور تاع البواتي دو ريبارتيسيون او لوحه توزيع مفاتيح الكهرباء في المنزل. في الكه هذا درت الديجونكتور. دونك اللي عنده الديجونكتور ياخذ بعين الاعتبار هذا القطيع، اللي ما عندوش يجي ديريكتومون للطابلو تاعو دونك يشوف ديريكتومون هذه. ومن بعد عندنا في الداخل الدار، دروك رانا دخلنا للدار كما راكم تشوفوا، هذا ستان بواتي دو ريبارتيسيون اللي عندهم لي بواتي دو ريبارتيسيون. اما لي زانستالاسيون القدم هادو ما عندهمش لي زانست هاد لي بواتي، دونك يروحوا ديريكتومون لي بواط ديريفاسيون او علب التفرع الخاصه بهم. دونك نبداو في طريقه كما راكم تشوفوا. كي وصلنا للطابلو عندنا الدخله تاع الديجونكتور، ومن بعد عندنا لا سورتي. لا سورتي تاع الديجونكتور برينسيبال او قطع الاساسي. دونك الخرجة تاعو لافاز تجي منا كما راكم تشوفوا، تبعو بلا لين روج او بلون احمر كما راكم تشوفوا، تديستريبي كامل هاد لي ديجونكتور صغار. سي دي ديجونكتور اني بولار، كل واحد اشحال لومبيراج تاعو. تكلمنا على هاد لومبيراج في حلقة اللي فاتت كما راكم تشوفوا، عندنا 10 16 16 10 20 امبير 20 امبير. اما البرينسيبال او الديجونكتور البرينسيبال تاعنا سي 32 امبير كما راكم تشوفوا. عندنا الخرجه تاعو للناتر، عاده مع يكون عندنا امبارات في داخل الطابلو، هذا الناتر نجيبوه لهذا لابارات في الطابلو وهو اللي يوزع كامل لي بواط مع لي سيركويت بريز. نسيت ما درت لكمش لي سيركويت بريز. دونك لي سيركويت بريز نزيدو لو سيركويت بريز كما راكم تشوفوا. مثلا عندي هاد لي بريز في غرفة النوم او في غرفة الجلوس، دونك واش نديرو؟ نروحو نجيبو لافاز، نروحو باللون الاسود خير باش تبان كما راكم تشوفوا. اما هادو لي ديتهم لي بواط دونك يديستريبيو ديريكتومون لاخر.
بالمناسبة كاين اللي سألوني في الحلقة اللي فاتت لي 20 أمبير، هاد لي 20 أمبير نديرو لهم مثلا عندنا الكليماتيزور أن بو بويسون، دونك نديرو له بدلا ما نديرو له 16 أمبير نديرو له 20 أمبير. هذا مثال فقط. دونك أنت تشوف الحمل اللي عندك، واش راك تحب تمشي في لافار تاعك. ليسونسيال ما ديباسيش الديجونكتور برينسيبال مع احترام لفرشة دو سيكوريتي الخاص بنا. دونك نروحو نجيبو النت كيما قلت لكم، تكون لابارات كونيكسيو مثلا، هذه الغرفة الأولى، هذه الغرفة الثانية، كل واحدة عندها السيركويت بريز تاعها. دونك نبداو في طريقة إيجاد أو تحديد العطل الخاص في مثلا وعدت هكذا راحت ليتريسيتي، راحت كومبليتريسيتي، ما عنديش كاع في المبنى الكهرباء في المبنى. دونك واش ندير؟ الحاجة الأولى واش دير؟ تجي هذا الديجونكتور تشوفو اسك شاعل ولا ماشي شاعل، باسكو عادة كي يكون عندنا ان كور سيركوي يقدر يكون واحد من هاد لي ديجونكتور كيما راكم تشوفو هادو، سواء في السيركوي ديكليراج ولا في السيركوي بريز، يكون عندنا ان كور سيركوي. دونك في هذه الحالة تلقاو الديجونكتور واحد من هادو تلقى مديجونكتي، ولا نلقاو كامل البرينسيبال كي يكون عندنا الحمل ولا الكور سيركوي كما قلت لكم. اذا لقينا كامل هاد لي ديجونكتور رافدين، دونك شاعلين كامل، دونك في هذه الحالة واش ندير؟ نحكم الافومتر الخاص بي او الملتيمتر، نروحو لافاز مع الناتر، نديرو الكاليبر 750 فولت، حنا نروحو نميزيريو اسك توصل الكهرباء في هاد لي بورن ولا لا، لي بورن تاع الدخلة، ولا نبداو خير من الخرجة، نشوفو في الخرجة اسك توصل ولا ما توصلش. برسك دي فوا مثلا كيما راكم تشوفو هنايا، هذا مثلا هاد الخيط او هاد السلك وزع كامل لهاد لي ديجونكتور، ربما كاين السلك هاد السلك ديسيرات هاد لي فيس ولا فورس فورس، باسكو كي يكون لي شوفمون هنا في الديجونكتور تقدر يلاشي هاد السلك. في هاد الحالة تروح لك كامل الكريسيتي في الدار. علاش؟ باسكو كي تنحى هاد السلك لهنا، دونك هاد لي ديجونكتور كاملين ما توصلهمش الكهرباء، كاملين ما توصلهمش الكهرباء. مثلا نحكم لاكوم كي تنحى هذا الخيط كما راكم تشوفوا فاسيتو، دونك ولات ما عندناش الكهرباء لهنا كامل. دونك كما قلت لكم، اذا عندي الكهرباء لهنا مثلا فازينات، وبعد نشوف مع مثلا ندير واحد في البورني هذا في الناتر، ومن بعد الدوزيام بورني تاع الملتيمتر تاعي، دونك نروح نديرو مثلا هنا مع هنا مع هنا مع هنا كامل، باش نشوفو اسك كاين لا طونسيو تلحق ولا ما تلحقش. اذا تلحق لا طونسيو لهنا في لا سورتي ما عندناش الفوق، دونك نقولو ديريكتومون هاد السلك انقطع ولا كاش مشكله يكون في هاد الديجونكتور. اذا ما عندناش لهنا ليكتريسيتي، دونك نشوفو لا رونتري تاع هاد الديجونكتور برينسيبال، دونك نديرو الملتيمتر تاعنا واحد في البورني هذا في الناتر، واحد في لافاز. اذا عندنا هذا الكهرباء لهنا، دونك سي بو، نقدر نقولوا هذا الديجونكتور اللي عندنا مشكل فيه. اذا ما عندناش توجور، دونك نروحوا للدوزيام ديجونكتور. هذا في حالات عندكم دو ديجونكتور برينسيبال، كي بصح لا بليبار دي جون يكون عندهم واحد ديجونكتور واحد فقط، استادير يكون عندهم هذا الديجونكتور فقط ولا ما عندهمش هذا، عندهم هذا الديجونكتور. دونك اون سيبوز ولا نقولوا باللي عندك دوزيام ديجونكتور، دونك في هذه الحاله تروح لا سورتي هذا ديجونكتور ثاني، تشوف اسك توصل لا طونسيون ولا ما توصلش. اذا توصل لا طونسيون لهنا، دونك عندي مشكل في هاد السلكين او في هاد الكابل مثلا، اذا استعملت الكابل من الديجونكتور الاول الى الديجونكتور الثاني، دونك نفحص هذا الكابل. وريت لكم الطريقه، دونك تقدروا تشوفوا في القناه برك، تشوفوا كيفيه تفحصوا الكابل اسك يوصل الكهرباء ولا ما يوصلش. دونك اذا عندكم الكهرباء لهنا، دونك سي بون. اذا ما عندناش، دونك نروحوا لهاد لي بورني كما راكم تشوفوا، هاد لي بورني. اذا
عندنا الكهرباء لهنا دونك ما يخرجش هذا الديجونكتور، دونك يكون عندنا مشكل في هذا الديجونكتور، دونك سواء نبدلوا هذا الديجونكتور ولا عندنا مشكل برك في لي كونيكسيون، كاش موفي سيراج ولا في هذا الديجونكتور. ومن بعد كيعود الحاجه الاخرى نشوفوا اللي عندهم لي كونتور الكترونيك، كما قلت لكم قبيله يعاوننا هذا الديجونكتور او عفوا هذا العداد كيكون العداد الكترونيك. مثلا راحت ليتريسيتي كامل في الدار، انا الحاجه اللي نديرها الاولانيه لازم نجي ديريكتوم ولا عندكم في هذا في حاله ما عندكم كونتور الكترونيك. دونك بدلا ما نروح نشوف كامل هاد لي ديجونكتور سورتو الاخوان اللي ما يعرفوش الالكتريسيتي ستادير يبريكو ليو برك، دونك الحاجه الاولى نجي ديريكت نشوف الكونتور الالكترونيك تاعي اسكي يفيشي ولي شيفر ولا ما يفيشيوش. ما يفيشي اذا ما يفيشيوش لي شيفر في هذه الحاله دونك عندي مشكل، ما عنديش كامل الكهرباء ما توصلليش كامل الكونتور. دونك في هذه الحاله واش نفيريفيه، نروح نفيريفيه هذا لابواط افيزيبل في حاله ما عندك لابواط افيزيبل. اذا ما عندكش لابواط افيزيبل دونك في هذه الحاله لازم دونك تشوفوا لي فوازا تاعك او الجيران تاعكم، اذا عندهم ليليكتريسيتي دونك راح تكمل للناس، دونك في هذه الحاله نستناو ترجع تريسيتي. اذا مثلا الجيران تاعي عندهم ليليكتريسيتي انا برك اللي ما عنديش تريسيتي، في هذه الحاله لازم نعيط لشركه توزيع الكهرباء باش ترجع لي تريسيتي. دونك عندي مشكل برك او عندي لابان خاصه ماشي جماعيه، دونك في هذه الحاله لازم نعيط لهم قبل ما نعيطوا لصون الغاز. قلت لكم في حاله ما عندكم هذا البورت فيزيبل دونك تفحص هذا دونك تفتح هذا كما راكم تشوفوا هنا مكتوب رقم 15، انتم تشوفوا مكتوبين ارقام واحد اخرى، تفحصوا هذا الفيزيبل دونك تفتحوا هذا التريك هذه تنحيو تلقاو الفيزيبل الداخل، تنحيو هذا الفيزيبل تاخذوا اللون متر ترجعوه دونك الكاليبر تاعو باش يرن، تشوفوا تفحصوا هذا الفيزيبل اذا يصوني. دونك في هذه الحاله الفيزيبل تاعك مليح، عندك مشكل برك في شركه توزيع كما قلت لكم، دونك تعيطوا لشركه توزيع باش ترجع لكم تريسيتي. في حاله ما عندكمش الفيزيبل تاعكم مليح ولا كونيكسيو كاين مليحه، تقدروا ايضا تفحصوا لهنا في هذا لابواط فيزيبل اسك توصل الكهرباء ولا ما توصلش. اذا توصل الكهرباء دونك عندكم مشكل برك من لابواط فيزيبل حتى الكونتور لهنا ثاني انترديت تشيو انتوما، دونك تقدروا برك تحددوا مكان العطل باش تعرفوا اسك تعيطوا لشركه التوزيع ولا ما تعيطوش لشركه التوزيع الكهرباء. دونك كما قلت لكم اذا حددتوا عندكم مشكل انتوما فقط في هذه الحاله كما قلت لكم منا انتوما عندكم مشكل عفوا عندكم الضروات تشيو من لا سورتي دو كونتور او منا باسكو كي يكون عندكم البلومباج في الكونتور تاعكم دونك ما عندكمش مشكل عفوا ما عندكمش الضروات تنحيو هذا البلومباج وتشيو في الكونتور ولا، دونك عندكم برك انت تفيريفي منا حتى للدار كما قلت لكم من الدار، دونك الدار كومبلي ما عندوش الكهرباء. فوالا الى هذا لقد وصلنا الى نهايه هذه الحلقه، اتمنى انني وفقت في الشرح. اذا لديكم اي سؤال اكتبونا في الكومنتار.